عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيرات خواتاتي كلكم دايرين، إن شاء الله تكونوا قاع بخير بصحة جيدة. وانتم تشوفوا في هذا الفيديو، رجعت معكم فيديو جديد في مخسير. أنا هنا يا الصباح، شوفوا الحال كي شباب، السميشة والناس برا. هنا رانا في الفيوبور تحويسة، غادي نروحوا للمارشي تاع كاستيلان نشوفوا القش اللي فيه. هذا مارشي تاع كاستيلان كبير بزاف بزاف، اللي اقترحوا له الصباح بكري باش تدوروه كاع. ما شاء الله فيه كل شيء، كل حاجه تحوسوا عليها كاينه، من القش، من الخضره، من البلاكيور، من اللبسه، كل شيء كل شيء كل شيء، مواعين اللي تحوسوا عليه كاين. دونك خليكم معايا الشيرات، وان شاء الله يعجبكم الفيديو تاع نهار اليوم. هاد المارشي الشيرات انا رحت له بنهار الثلاثاء، وقالوا لي الاربعاء والخميس كذلك حال. دونك كاستيلان حال الثلاثاء الاربعاء والخميس، والله اعلم كاع السيمانه اللي هي انتريسي تقسي نيشان، ولكن الثلاثاء والاربعاء والخميس اكيد حال. ثلاث ايام هذه انا عرفتها، ابارسا الله اعلم. واليوم الصباح راهم حاطين الحواته صيدوا الحوت تاعهم، وراهم حاطين الحوت تاعهم للبيع. ما قدنيش الوقت باش نروح لهم، باسكو راني رايحه ديريكتومون للمارشي. وهنا رانا وصلنا، رانا عند مول الماعين. شوفوا هذيك مولا كافي مانويل باليد تاع بكري، كانت عندنا قاع هذه في الدار، المهرس تاع اللوح وتاع هذاك اللي جا كيما الرخام، كل شيء كاين ما شاء الله. واسعار تاني كاين، وكاين كاين اسعار غاليه وكاين اسعار مناسبه. خليكم معايا الشيرات، شلوا عويناتكم من الماكياج، الريحه، كل شيء كاين كل شيء. هذا مارشي انايا خلعني ما شاء الله، كبير بزاف، كبير تعيي فيه باش تمشي، وفيه كل شيء تاني. هنايا مول البلاكيور، خليكم معايا شلوا عويناتكم، نتلاقاو من بعد.
هنا لي براسلي تاع البلاكيور قالنا ما يحولوش غارونتي 10 انشيرات بصح انا حوست على لي براسلي ميم ماما حوست مي لا بواني تاعهم غير صغيرين تاع اليد هتكون لا بواني تاعها تكون صغيره هادو كاع كيما كنتو تشوفو فيهم صغيرين شابين بصح دوماج صغيرين قالنا نهار الخميس رايح يجيب لي عندهم البواني كبيره هنا تاني هاد لي مونتر هادو عنده تاني يديروا جو 20 اورو كانوا يديروا 35 راه 20 اورو راهم سولد دونك دوماج لو بواني تاعهم صغيره بزاف كما كنتو تشوفوا كاع صغيرين دوك تاع الدراري وحنايا عندنا لو بواني تاعنا شويه عريض كما راكم تشوفوا كاع هاد لي براسلي 10 اورو وقال لك ما يحولوش وغارونتي 10 اون هاد لي مونتر قال لك كانوا يديروا 35 اورو راهم سولد عنده راهم يديروا 20 اورو دونك ناقص منهم 15 اورو شابين بصح الله غالب صغيرين بزاف وهنا بزاف اللي يبيعوا البلاكيور شيرات كاين تاني شحال من واحد هنا يبيع البلاكيور مازالها طويل نزيدو نقطعو هنايا الطريق ونكملو تو دغوا راه كاين تاني مارشي طويل مازال ما يكمل ونزيدو نقطعو الطريق في الجهه الاخرى سور لا غوش ونروحو تاني للجهه الزاوجه راهو مارشي كبير كبير بزاف لازم لك وقت طويل باش تدوريه كاع هنا غادي نكملو في الجهه الزاوجه ومازال نزيدو نقطعو الطريق من الجهه الاخرى كاين حتى لو سافون مارسي تاني لقيناه هنايا الساعات شيرات كما راكم تشوفوا 6 اورو لي مونتر كاع لي موديل خيري كيما تبغي حتى ما عرفتش اللي تمشاو مليح ولا يتمشى لك نهار وتحبس فوالا انواع واشكال وموديلات ويبانو شابين مي مانيش عارفه كي يخدموا ما نعرف انا الساعات نفضل يعني نفضل حاجات على مارك اللي تشد لك الظهر خير ملي تشري حاجه ب 6 اورو ولا 10 اورو بعد تحبس لك انا عندي هذه اختارت الدراهم كما انا عندي سواتش راهي عندي بالك في قريب 10 اون راهي تتمشى كل عام نبدلها البيلا تاعها تشدني البيلا عام اكزاكت سبحان الله كل عام نبدلها البيلا تاعها وراهي شادتني لحد الان دونك حاجات على مارك في السوايع وكاع خير من حاجه مدرحه وهنا تاني هذا اللي يبيع المواعين ومستلزمات المطبخ وكل شيء كل شيء كما راكم تشوفوا وهنا نروحو نمشيو نروحو عند مول الصابون الصابون مارسي الريحه تاعو راهي دايره حاله هنايا بلاكيور وين ما تمشي تلقاي بلاكيور تاع القور وتاعنا حنايا هنا قال لك تشري عليا 11 طرف صابون ب 10 اورو باسكو 1 اورو للطرف انا شريت غير 5 بس كل خري ما عجبونيش قعدت غير نشم قعدت غير نشم فيهم عجبوني غير هادوك 5 اللي شريتهم وهذا الشب تاع الحجره لا بيغ دالان شريت راهو مليح بزاف في الصيف اللي يعرقوا بزاف من بيطانهم دونك تشمخيه في الماء وتحكيه في الابط تاعك منها يبيض لك المنطقه تاع الابط ومنها تولي ما تتعرقيش بزاف او عندها شخوا دي 3 وهذيك لا بيغ دالان اللي هو قالب تاع الشب هنا هذا اللي يبيع الورد ويبيع الحبق وكاع
عاوتاني هنا في المارشي تاع كاستيلان. هنا تاني الساعات يديروا 6 أورو، كاين اللي تاع بلاستيك، كاين الجلد، وكاين تاع الحديد. يبانوا شابين مي الله أعلم إلا يتمشاو مليح ولا لا. أنا قلت لكم حاجة رخيصة كيما هكا ما نأمنهاش صراحة، ما نأمنهاش خاطرش على حسب سومتها. كيما قال لك اللي غواها رخصها قاس نصها، دي فوا تقيسيها كاع ماشي تقيسي نصها. كاين تاني اللي يبيع البارفان، بارفان دو مارك شيرا، تراو هنا تاني ويبيعه موان شير. بانت لي قرعه تاع الريحه كيما هذيك نوا فلور، نوا فلور نورمالمون دير ما عارف على غاليه دروك، بس كنا بكري شريت 30 مليليتر شريتها ب 50 أورو. دونك دروك راهي عندها هذا اللي في المارشي 50 مليليتر ب 50 أورو، بانت لي راهي رخيصه بزاف. وهذه نوا فلور راهي مقطوعه، حوست عليها في سيفورا في نوسيبي قالوا لي ماهيش كاينه، كاينه باغ كونطخ نوا وخدوخرى، مي نوا فلور هذه تاع بكري، هذه ني عاقله شريتها نقولكم في 2004 ولا 2003 قديمه، كنا نديروها غير هي تعجبنا بزاف نوا فلور، مي انقطعت واحد الوقت ماهيش كاينه، كاينه غير هذيك اللي جايه موف ولا مات فيوليت. بانت لي تاني هنا الريحات تاع لا مارك رخيصه شيرتها، المارشي فيه صوالح ملاح. وهنايا لي زور لي غيدو، هادوك الخشان وهادوك لي فوال كلشي كاين، حتى المقاطع تاع الكتان لي يبغوا يشرو هكا مقاطع ويخيطوا وحدهم. هذاك اللي يبيع لي زيبيس كلشي كلشي كاين. هنا لي كابل، كابل ايفون كابل سامسونج، وقاعد يديروا 4 أورو فيهم 2 متر، كلشي كاين في هذا المارشي كلشي كاين. هذا هو الفيديو تاعنا، تحويسه في المارشي تاع كاستيلان. راهو مارشي كبير 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 ما شاء الله، كبير بزاف بزاف بزاف، وفيه كل شيء كما قال لك كل شيء فيه، غير امك وبوك اللي ما تلقايهمش. هذا هو، وان شاء الله يكون عجبكم الفيديو تاعنا اليوم. ومن بعد كنت دهمت لاكوافيس، كان عندي رونديفو معها، راني نستنى في دالتي. هذه هي لاكوافيس جايه في لا ريبوبليك.